انا شو ينقلب علينا؟ ينقلب المسيبين السلطه الصف. ما عندنا مشكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو سنستعرض معكم أبرز المواقف المضحكة للزعيم علي عبد الله صالح، وذلك في مقابلة له على قناة الجزيرة مع الإعلامي المخضرم أحمد منصور. كانت ردود الزعيم علي عبد الله صالح مثيرة للضحك وأحيانا للسخرية من قبل الإعلامي أحمد منصور، وذلك لكون الرئيس علي عبد الله صالح كان يتحاشى أسئلة الإعلامي أحمد منصور الثقيلة بردود ساخرة أثارت الضحك وجعلته يدخل في نوبات ضحك متتالية. إليكم أبرز ثلاثة مواقف. الموقف الأول، حينما سأل الإعلامي الرئيس علي عبد الله صالح لماذا لا تقدمون استقالة جماعية، فكان رد علي عبد الله صالح مضحكا للغاية، وذلك بالقول لمن؟ لعمرو موسى. ثم تلا الرد قائلا إلى الرئيس بوش، ما هو معين حاكم في العراق. إليكم الموقف. لماذا لا تعملون استقالة جماعية؟ نعم استقالة جماعية لا عند لا عند عمرو موسى. لا لا لما الى رئيس بوش للشعوب، الشعوب تختار حكام اخرين الى الرئيس بوش لانه بصفته الحاكم الاعلى يعني الى الرئيس بوش لانه الان بده يعين حكام من عنده، يعني ما هو معين حاكم في العراق. تفضل. الموقف الثاني، وذلك عندما سال الاعلامي احمد منصور الرئيس علي عبد الله صالح هل توجد لديكم علاقات مع اسرائيل؟ وهل ذهب تجار من عندكم لعمل علاقات تحتية مع إسرائيل؟ فكان رجل الزعيم علي عبد الله صالح إحنا لا يوجد شيء لنتاجر به مع إسرائيل، كان هناك القات يمكن أن ندخله لأنه قال يوجد يهود يمنيين في إسرائيل. إليكم الموقف. ولم يذهب تجار من عندكم إلى إسرائيل لمحاولة عمل علاقات تحتية؟ إحنا أولا ما في معنا ما نتجر مع إسرائيل، كنا نتمنى أن نوصل لهم القات لانه قالوا في يهود من اصول يمنيه يشتوا يخزنوا، ممكن اذا نبدا بتجاره القات والله زي يخزنوا احسن يخزنوا احسن يعني بدل نص اليوم بدل ما يجلسوا يرهبوا المواطنين الفلسطينيين. هذا انقلاب انقلاب دولي. اما تخشون من انقلاب مشابه دولي ياتي على دول عربيه اخرى على نعم. اليمن نعم. اما تخشون من انقلابات مشابهه؟ انا عايش انقلبوا، احنا منقلبين من الصبح، هو شو علينا من مشكله؟ ما علينا انقلبوا على ايش؟ هذا بنقلبوا على ثروه، بينقلبوا على ثروه وعلى مقدسات. انا شو ينقلبوا علينا؟ ينقلب المسيبين السلطه الصف. ما عندنا مشكله.